يا من إلى رحمته المفار ومن إليه يلجأ المضطر ويا قريب العفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعاه بما استغثنا يا مغيث الضعفاء فحسبنا يا ربي أنت وكفى فلا أجل من عظيم قدرتك ولا أعز من عزيز سطوتك ملكك الملوك تخضع تغفر قدر من تشاء وترفع والأمر كله إليك رده وبيديك حله وعبده وقد رفعنا أمرنا إليك وقد شكرنا ربنا عليك فرحمنا يا من لا عليما بروحنا ولا يزال رحيما ما عندك منا أظهر يا واسع الغفران.
وأسلم لهم أهل الأهل ويسر لهم أجل.